السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. جمعه مباركه. اليوم عندنا الاعلان ديال المنتوجات الجديده ديالنا. اول منتوج هو الكفته او البولي هاشي، درناها بثلاثه ديال المذاقات. اول واحد هو المذاق المدخن، ثاني حاجه المذاق المغربي. شوفوا تبارك الله كيفاش كيبان المنتوج. وبالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش التتبيله ولا كيبغيو المنتوج ناتور، لاول مره في كليك فود درنا لكم كفته ناتور ما فيها حتى شي تتبيله. اما المنتوج الثاني هو ليزال، اخيرا اليوم راه غادا نخرجوهم. درناهم بخمسه ديال المذاقات. اول واحد هو الفومي، غتلقاو لي ساشي فيهم كيلو، ماريناد بيان سور اللي موالفينها، ليزال ماروكان وليزال بيستو. هنايا درنا لا شابلوغ اللي البيضاء، مع درنا فيها زدنا فيها البازيليك، المذاق الحار والمذاق الاسيوي. المذاق الاسيوي حتى هو درنا تخليطه ديال لا شابلوغ زائد لي غران سيزام. هاد لي زير راهم ما طايبينش، يعني غادا تحطوهم يطيبوا في الاير فراير ولا في الفران اقصى حتى 15 دقيقه، وغادي يكونوا عندكم ان شاء الله ابنا جني وحات تذوقوا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. اليوم غنحضر معكم واحد الطاجين بالمنتوج الجديد ديال كليك فود، اللي هو الكفته من السماء بالمذاق المغربي. غادي نحتاجو هنايا يعني غنحضروا واحد الطاجين، غنحتاجو صلصه طماطم، واحد الحيله ملي تبغيو ملي تجيكم هكا العلبه حاولوا دهنوها هكا شويه بزيت الزيتون من الفوق باش يسهل عليكم التشكيل ديالها. قطعوها بهذه الطريقه، هذه غاتجيكم ساهله سواء باش تشكلوها كطاجين اولا باش تشويوها ولا اي طريقه غاتجيكم ساهله. غتاخذوا صلصه الطماطم العاديه اللي كتحضروها، ضيفوا لها واحد الفلفله حمراء مطحونه معها وشويه ديال الحبق الا توفر لكم، كيعطي مذاق زوين. وشوفوا الطريقه باش كنحطها، يعني ملي كنقطعها هكاك مربعات غير بالمعلقه حطوها مباشره في الطاجين، ولا اللي بغى يكورها دائريه تجي زوينه يكورها، راه سهله. كتجيب هذا الشكل هذا، ما تاخذش وقت طويل في الطهي. ان فوا تطيب لكم صلصه الطماطم ضيفوا ليها كفيته، واحد 10 دقائق كطيب بسرعه. صافي ضيفوا البيض وهالطاجين جاهز، كيجي رائع رائع جدا. والكفته انا ما ضفت لها حتى شي حاجه، يعني فيها المكونات كامله. ممكن تشويوها، ممكن تحضروا بها كطاجين، تستخدموها مع المعكرونه. غادي نحط لكم ان شاء الله وصفات اخرى بالكفته بالنسبه بمذاق مغربي، كاينه ايضا بالنسبه بالمذاق الفومي، وكاينه ناتوريل اولا طبيعيه ما فيها حتى شي حاجه، فيها غير صدر الدجاج مطحون. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وشكرا على ثقتكم الكبيره في المنتجات، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. أجمع كل شيء في خمية نطب. خدينا فيها، أنا بدنا كنتعدى عليه، نعتز عليها. لا زال، دابا ياسين اللي غيقول لنا. قول لا فيغيتي. لا فيغيتي، الصراحة لا فيغيتي. أمي قالت لي والو والو، حلفت والله. جبر لا دانيه فوا مي قلت امي قالت لي انا هي اللي انا الدجاج كيعجبك دغيا راه داكشي شفت باقي عاقل على الفيديو لا باقي عاقل يلا والله هذيك لا فيديو صاحبك امي قالتها ليا اما لا دقت هذا الفيمي سبايسي عمو اتس سو ديليشيس قلت لي قبل كان ناكل معك قلت لي ديليشيس قال لي سو ديليشيس دابا زدتي ثلاثه وشنو اللي عجبك بزاف سبايسي ولا غادي نقول
تقريبا من في ميو سبايسي في كلهم اللي عندك هو اللي كيعجبوني. غادي نقول الاول الاول هو سبايسي. انا ملي جبنينه زوينه ترى تيجي في هذا هكا بلا شابلو خطير خطير. واه كل دابا وما خديتيش الكاتشب تاعك فكرتك انت ديما كتاكل الكاتشب. علاش؟ ايوا ريحيت باغي نذوق المذاق بوحدو ماعرفش نذوق مع جاك بلا ما دوزتيش كاتو تا فكرتك فيه نسيتي. ايوا بصحة ها دايما تيعسين ها دايما تي انا كنتهلا فيهم. المهم راه تيجيو طايبين مزيان يعني طايبين خاصها تعطيهم الوقت ديالهم واحد ربع ساعة ولا 14 13 دقيقة تيطيبو تا من الداخل لا مسلوقين. المهم شي واحد كيشكر في راسو والله الا بنان شي حاجه بنينه بزاف. دابا انا واخا انا ما عنديش مع الحار انا ما كنبغيش سبايسي وانا خديت دابا سبايسي خفيف ما تيبقى غير فمك داك الحريقه خفيفه. ايوا هادشي اللي كاين باقا نكمل واش تكمل نكمل لا دابا ناكل هذا الكريكي دابا ترجع لهم صحتك. ليزيل جربت درت ربعه جربت كل وحده بمذاق يعني بيستو سبايسي فومي وماروكين ما درت لهم والو يعني هما في كونجيلاتور فاش حيت قليت انايا لي نوغات هما الاولين صافي تا قربتها كاين سالي قالت لي القليه الاخر ودرتهم درتهم بربعه في المقله وصافي يعني عادي قليه عادي اللي كنقليو زعما اي حاجه ما درت حتى شي حاجه اللي زايده ما تفلحوش ليا وجاو جاو كريسبي من برا وزويني من الداخل جاو بارفي صراحه عجبوني بزاف. ولكن بالنسبه للكو جاني احسن هو الماروكان تنضر عجبهم الماروكان بزاف موراه الفومي. هاي سو بيزيكلي اي جاست ترايد هاد لي زيل باني اللي جداتي عند كليك فود بيزيكلي فيهم كاع المذاقات بحال المذاق المغربي سبايسي الفومي البيستو كاين تاع لازياتيك اي غيس. انا جربتهم شويه مع شويه فلور وشويه ديال الزيتون شويه ديال لي فريت دا مي بنات